أستاذ خالد شيات، البعض يقول بأن أوروبا تعيد إنتاج نفس الإخفاق والسياسات في مسألة الهجرة غير النظامية منذ 20 سنة، وأن نظرية أوروبا القلعة الحصينة إزاء الهجرة أصبحت غير مجدية في هذا السياق الذي توجد فيه منطقة الساحل، في سياق أزمة إنسانية خانقة ستدفع بلا شك بموجات إضافية. ما رأيك؟ إحصائيا أجد أن الأرقام هي في صالح أوروبا، لأنها تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لاعتبار أن المجموعة من الدول ولا سيما في منطقة شمال إفريقيا قامت بأدوار يعني أساسية في الحد من هذه التدفقات. ولكن يجب أن أذكر في هذا الصدد بأنه الإشكالية الهجرة تنبع من مشاكل داخلية في هذه الدول الإفريقية، وهي تحتاج إلى هذه المساعدات التي ذكرتها قبل قليل، والأمم المتحدة نذت بذلك كما ذكرت، وهي لم ولكن الاستجابة قليلة لأن ما تحتاج إليه الأمم المتحدة لحد الآن. نعم، الأمم المتحدة لم تعبئ لحد الآن سوى 40% مما تطمح إليه على شكل مساعدات لمنطقة الساحل. تفضل دكتور خالد شيات. أنا أعتقد أن هذه الإمكانيات لن تتاح أبدا لهذه الدول عن طريق الأمم المتحدة. ما يمكن فعله هو ما يطرحه المغرب مثلا في إفريقيا، هي أن تكون إفريقيا قادرة على تنمية ذاتها وعلى أن تتعاون فيما بينها لإمكانية استغلال كل هذه الإمكانيات الكبيرة التي تزخر فيها من ناحية المعدنية، ناحية الطاقية، من ناحية الإنسانية أيضا والبشرية. وبالتالي هذا الأمر يبقى مستبعدا في الناحية من الأمر في هذه الآونة. ولكن بالنسبة لأوروبا أعتقد أنها تميل أكثر نحو سياسات وطنية، يعني أنها لا تلتزم أبدا بالسياسات الجماعية بالنسبة للهجرة، وإن كانت هناك رؤى متقاطعة وغير متضاربة في الغالب بين هذه الدول. وربما أكبر يعني موضوع يحظى بالإجماع هي مسألة الهجرة، ولكن هذا الأمر يعني إلى أي مدى سيبقى دائما يعني في هذه السياسات في علاقتها يعني مع المنطقة المغاربية ومنطقة المتوسط ومنطقة الساحل، لأن هذه الدول أيضا متورطة في هذه المشاكل التي تعرفها القارة الإفريقية ومنطقة يعني الساحل أو غيرها من المناطق التي هي مصادر لهذا. الدول في حاجة إلى هذه الدول من ناحية استراتيجية في السياسات الثنائية، ولا تعتمد أبدا على الجوانب الجماعية كما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة أو غيرها. لذلك تبقى دائما هذا موضوع لشيئا نقول بين مزدوجتين كبيرتين للابتزاز المتبادل بين هذه الدول وبين مجموعة من الدول الأوروبية، ويبقى دائما الضحية هو الإنسان الإفريقي والمهاجر الإفريقي الذي لا يجد الإمكانيات التي هي متاحة له من ناحية النظرية، ولكنه غير متوفر من ناحية العملية لاعتبارات استراتيجية وسياسية واقتصادية وغيرها من اعتبارات التي لا تخدم الإنسان الإفريقي. شكرا جزيلا لك، تداركنا الوقت الدكتور خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة.